حسب عاد النفوس ما عندهم ما ياكل. شوفي يا الراجل مدر عنده ثلاثة ديار ولا أربعة ديار، أنا ماني عايشين الفلوس دكرا، أنا ماني عايشين الفلوس دكرا، الراجل عنده ثلاثة ديار ولا أربعة. حسبي الله ونعم الوكيل. مول دار ما عنده ما ياكل، سبعة ديار. نعس المحطة، نعس المحطة، نعس المحطة وشوفي على النعاس. يا هذا ما تقولوليش يا هذا. مدعي واخا ما عندكش، أنا كنقول أنا كنقول الدولة، كنقول الدولة أنا. اللي ما عندوش فلوس كيصدر. أنا كنقول الدولة. انا كنقول سيدنا في قالوا لنا ما تخرجوش كاين الوباء ما تخرجوش، انا ملي غنخدم السلعه ديالي قايد قبل ما يجي هذا الوباء، باش انا نجيب السلعه ونخدم مين يجوني؟ هو كيقول لي خلص الكرا، ها هو كيقول لي خلص الكرا. سمعت غير الا كنت اقل من خلص الباقه بالشواقه مو انت ما تخلصش الباقه الحق مين عايشوني؟ انا ما عندي لا فلوس باقه لا والو. هو عطيه فلوس الملك للمنظر وانا نجلس حريانه حفيانه. هو اللي عنده 80 عام في عمره وعنده ثلاثه ديور ولا ربع عمره شحال؟ انت بتقول لها انا اللي زوجها مواطنه عاديه. اسيدي اسيدي قلت لها ما تخرجوشي اخوتنا مسلمي، قلت لها ما تخرجوشي، انا ما عندي لا فيلا لا عمارات. ها بيزاول بيزاول هبيت هبيت ما عنديش كيفاش نعمل واش على راس المحطه كيفرعوا عليا الباب كيقول لي خرج 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 بحالك ما نقطعوا لك الموظف حطينا فلوس الذكرى مين غيجيوني؟ مين غيجيوني يا مفوا فلوس الذكرى مين غيجيوني دابا؟ باش راه توضح ها هو ها الشلة اللي بغات لي هيا ها الشلة اللي اللي خايف ومالي هيا ما عندكش الحق اللهم هذا مرقع حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.